فين الدكتور زويل بقى؟ انا 2011 يعني بعد ثوره يناير يعني نزلت اخر السنه كده، نزلت مصر يعني وبتاع، وبعدين شفت المشروع يعني مشروع مدينه زويل او سمعت عنه. الجامعه بتاعت الدكتور الجامعه زويل. يعني مدينه زويل علوم تكنولوجيا دي يعني، فحسيت انها فيها امل كبير قوي، لان هو دكتور زويل كقامه يعني ضخمه جدا طبعاً وكقيمه طبعاً. كبيره قوي قوي. حسيت ان يعني ان اي دوله في العالم تقدمت بايه؟ تقدمت بعلمائها اللي رجعوا مش كلام وساعدوها وبداوا يعملوا حاجه مختلفه يعني. فالحقيقه يعني لقيت زويل بيعمل ده، انا لقيت ان هو كده، ولقيت ان انا واجب عليا بقى يعني. طول الوقت احنا بره بنفكر في مصر طول الوقت، عمر مصر ما تخرج من دماغك اطلاقا. اي حاجه انت نجاح بتعمله بتبقى دايما في دماغي كده يعني. انا يعني يعني ما بتبقاش يعني حاسس انك انجزت خالص، مهما وصلت بتبقى حاسس ان ده لو ما جاش هنا يبقى انت ما لا لا. وحتى يعني اي انجاز ليك بلا ادنى مبالغه يعني، انت بتحس انا هعمله هعمل بيه ايه في مصر؟ ده هساعد الناس ازاي في مصر؟ لما بتعلم حاجه جديده هشرحها ازاي للطلبه بتوعي في مصر؟ هعمل ايه يعني؟ ده ما بيطردش، ما بيسيبش خيالك، ما بيسيبش خيالك خالص يعني. ده دايما طول الوقت يعني. فلما رجعت في 2011 يعني وقالوا لي على المشروع، حسيت ان انا يعني عايز اساعد باي طريقه يعني. فلما رجعت امريكا يعني بعت ايميل صغير قوي للدكتور زويل، يعني ايميل عباره عن باراجراف كده صغير كام سطر. بعتوله في امريكا؟ في امريكا يعني قلت له انا فلان الفلاني وسمعت عن المشروع بتاع حضرتك يعني. وهو خد بالك انا كنت عارف عن دكتور زويل قبل ما ياخد جائزه نوبل. ليه؟ لان هو المجال اللي انا كنت بشتغل فيه كان قريب من المجال اللي هو بشتغل فيه، والمجموعه اللي انا كنت بشتغل معاها في اليابان قالوا لي سنه 91 ان هو هياخد جائزه نوبل، وفعلا خدها سنه 99 يعني. عرفوه قبليها بثمان سنين. هم يعني الناس كلها قالت ده مؤكد هياخد جائزه نوبل بلا ادنى شك يعني. فطبعا يعني ايه، انا كنت عارف طبعا دكتور زويل يعني محدش يعني. وانا صغير كمان كان لما بيجي مثلا في معرض الكتاب ولا مش عارف كنت بجري اروح احضر المحاضرات بتاعته وحاجات كده يعني. كلنا طبعا منفعلين قوي وشرف وفخر كبير لينا يعني. طبعا لما بعت له الايميل يعني قلت يعني بيجي له ايميلات كتيره مش حقيقه. انا قلت له ان انا بشتغل في الحته الفلانيه ويعني يعني اتمنى اقدر اساعد باي طريقه يعني. فلقيت الساعه 7:30 الصبح تاني يوم حد بيكلمني يعني. بيكلمك؟ مكتبه السكرتيره بتاعته بتقول لي ده مكتب دكتور احمد زويل وبتاع وهو عايز يكلمك يعني. فاندهشت يعني بسرعه قوي يعني. فكلمني كده طبعا صوته بتاع قال لي ازيك يا سامح. ايوه كان بيتكلم كده. ايوه فقلت له يعني اهلا بحضرتك، ده النهارده فل بقى دكتور زويل ولا ايه؟ فضحك قوي كده وبتاع وقال لي والله انا عجبني الايميل بتاعك، الايميل بتاعك ذكي وانا بحب الناس الاذكياء يعني. فقلت له والله ده كان صغير خالص. قال لي لا ما انا بقرا ما بين السطور. قال لي طب ابعت لي السي في بتاعتك يعني. هي قالت لي السكرتيره بتاعتي ممكن يكون لسه نايم ومش عارف ايه يعني. قلت لها لا اكيد صاحي يعني. قلت له والله انا صاحي بس مش بمزاجي يا دكتور زويل، انا بجهز بنتي عشان اوديها المدرسه يعني. فبعت له السي في ويعني انتظرت، لقيته بيكلمني بعديها في نفس اليوم. قال لي لا انا عجبني السي في بتاعك يعني، ايه رايك يعني بتاع انت بتفكر ازاي ومش عارف ايه. قلت له والله انا عايز اساعد حضرتك باي طريقه وعايز اساعد المشروع ده وشايف ان ده يعني امل كبير جدا لمصر يعني. فقال لي طيب بص انا مسافر هحضر الجي 20. كان اليوم ده كان يوم اعتقد يوم جمعه. طب ايه الجي 20 دوت؟ الجي 20 اللي هو طبعا الجريت 20 اللي هو بتلتقي فيه 20 دوله اهم دول في العالم يعني، بتحدد السياسات الاقتصاديه وبنسميه احنا دول 20. الدول ال20. وبعدين هروح على مصر، فممكن ابقى ابعت لك تيجي مصر يعني، ايه رايك؟ فقلت له والله يسعدني ويشرفني يعني، الموضوع داخل في الجد يا شكله يعني. هو كان بيجي كتير قوي. يعني هو كان بيجي كتير الحقيقه الله يرحمه. فراح يعني قلت له طيب تمام. فشويه وتاني يوم الصبح لقيت السكرتيره بتكلمني قالت لي دكتور زويل غير رايه وبيقول ما تيجي تتغدى معايا النهارده السبت تعالى. قلت لها طيب تمام فين بقى وبتاع. فقالت لي وصفت لي طبعا يوم اجازه، وهي المشوار نفسه بالعربيه حوالي ساعتين يعني. فروحت قعدت معاه في راح الاول قعد وداني مكتبه وفرجني على مكتبه ووداني يعني في مكان كده زي في الكلب يعني كده زي نادي اعضاء التدريس، ده بيحطوا فيه صور الناس العظماء وعاملين كده تحف وحاجات. الحقيقه اول حاجه لاحظتها ان صوره الدكتور زويل محطوطه مرتين في المكان ده،
فسالته يعني فضحك كده ضحكت يعني يعني هو كان يعني بيحاول يبقى متواضع يعني صحيح بس هو ايه شخصيه بس هو كان لطيف يعني وكان يعني كان لطيف جداً يعني محب يعني للناس قوي قوي يعني فالحقيقه يبقى ليه صورتين الصور دي يعني هي كانت صور كل العظماء اللي مروا بكالتك والناس اللي خدت جائزه نوبل والناس المؤسسين وهو قال لي يعني ان هي الصور دي تنبؤا منهم ان ان شاء الله ممكن ناخد واحده تانية يعني اي صحيح كان في كلام كبير على الحكايه أيوة يعني فطبعا كانت حاجه يعني مثيره للفخر طبعا خدني على المطعم بتاع الايه بتاع اعضاء التدريس ومش عارف ايه وقعدنا بقى مثلا في اليوم ده مثلا بتاع 4-5 ساعات نتكلم كده زي ما انا قاعد انا وانت كده نتكلم دلوقتي في كل حاجه في احوال مصر وفي العلم شكله وكان عنده قدره غير عاديه على الفهم والذكاء صحيح صحيح, صحيح وعنده قدره يعني أنا خطيره جدا على الاستماع يعني احد يسمعني وانا يعني طبعا ايه عمال اشرح له حاجات واحكي له على قصه المركبات اللي احنا اكتشفناها ومش عارف ايه وبتاع ويتفاعل وبيفهم جدا حتى لو كان المجال بتاعه مختلف يعني الله يرحمه فبعد شويه كده قال لي بص انا عايزك تيجي معايا ايه رايك بقى نعمل ايه انت معظم شغلك كله في مجال الشيخوخه ومش عارف ايه احنا نعمل مركز لدراسات الشيخوخه وده هيبقى مهم جدا لان ناس كتير قوي هتبقى عايزه تبرع ليه من رجال الاعمال ومش عارف ايه وبتاع مش مقبلين على الشيخوخه عايزين يعني لا حل يعني صحيح فقال لي طيب بص انا يعني ايه يعني خلاص احنا اتفقنا وبتاع وانا حبيتك يعني فقلت له والله هتكون زويل ده شرف سنه 11 12 كان سنه 12 يعني 2012 بالتحديد يعني كان في يناير 2012 يعني زي الايام دي كده تقريبا فقال لي طيب انا هنزل مصر وايه وهقول لك هنتقابل اقول لك هبعت لك يعني تيجي بعدين بقى الدكتور خد جائزه الدوله وبيعمل حاجه اسمها جينوم ايه بتعملوا ايه يعني احنا يعني الحمد لله يعني انا يعني شرفت بالاختيار يعني عضو ان انا في اللجنة عضو في لجنه الجينوم المصري او اللجنه ليها علاقه بالجينات لفك شفره الجينات للمصريين يعني ودي طبعا ليها تبعات مهمه جدا على المستوى الصحي وعلى المستوى يعني كل حاجه الفهم يعني ليها ومركز شيخوخه ده اتعمل مركز شيخوخه اتعمل وانا اشتغلت لمده حوالي 5 سنين في مدينه زويل.